رح نحكي عن حالات الجفاف الشديد جدا في البشرة والمزمن أو المبالغ فيه، مثل حالات الأكزيما والصدفية والتهاب الجلدي المتقرن أو تراكم الخلايا الميتة مع تحسس الجلد. ماكس أون خصصت مجموعة لهذه الحالات لعلاجها وللقيام بالتخفيف من مشكلتها. تبدأ بالأوتوماكس، مجموعة الأوتوماكس، أوتوماكس كريم والأوتوماكس بان. أوتوماكس كريم هو الكريم يحتوي على مادة بيتوسيتوستيرول، يحتوي على اللانتولين، يحتوي على الفيتامين بي 5، يحتوي على الجليسيرين والبابونج، ويحتوي أيضا على الأوت أو خلاصة الشعير الذين يعملوا على ترميم البشرة، يعمل على تهدئة التهيج والحكاك في البشرة، يهدي الإحمرار والالتهاب، ويعمل على ترميم الأغشية المتهالكة أو التالفة بسبب حالة الجفاف الشديد، وتعمل على الترطيب العميق في البشرة. استخدامه مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء وعند الحاجة للأماكن المصابة أو تعرض فيها للمشكلة. لا يحتوي على عطور ولا يحتوي على مواد كيميائية أو بريزنتاتيف، لذلك هو آمن جدا للأطفال وللكبار والحالات الخاصة جدا شديدة الحساسية. بالنسبة لبعض الحالات، الحالات الشديدة اللي ذكرناها كأكزيما وصدفية وتهيج والالتهاب الجلدي، يتعرضوا أحيانا لظروف إضافية أخرى قاسية تؤدي إلى تهيج الجلد بشكل أكثر من الحد الطبيعي، مثل حالات التعرض للحقن أو إزالة الشعر بطريقة قاسية أو التعرض للليزر، أو أحيانا لحالات قطوع أو شخوط بسيطة في الجلد تؤدي إلى تهيج الجلد بشكل عالي جدا. فخصصت هيدراماكس أوتوماكس بالم، وهو كريم مخصص أكثر من الكريم، يحتوي على مواد تعمل على تهدئة هذا التهيج وتعمل على ترميم التلف الحصل بسبب هذه الظروف الخاصة أو القاسية على الجلد، ويعمل على علاج في نفس الوقت علاج الأكزيما والصدفية والحساسية الجلدية. استخدامه سهل جدا، في الصباح وفي المساء أو عند الضرورة، ليعمل على مفعول التهدئة والترطيب. هذه كانت بالنسبة لمجموعة الأوتوماكس لحالة الجفاف الشديد والخاصة.